فروغ الهوات اخوان، اليوم غادي ندويو على واحد اللاعب اللي هو ثالث هداف ديال القسم الثاني احتراف. شكون هو هذا اللاعب هذا؟ وهذا اللاعب هذا هو الهداف ديال الوداد الرياضي الفاسي، واللاعب اللي ما خداش القائمة ديالو، مع العلم انه تكراس العام اللي فات ما بين احسن الهدافين في القسم الثاني احتراف وماركا 13 بيت. باش ماركي 13 بيت وانت سن ديال 22 سنة، خاص تكون اللاعب اللي عندك دي كاليتي اللي كبار وبزاف. المهم الاخوان، السيمانة اللي فاتت هاد اللاعب هذا ماركا الهاتريك، كنت نقولوا الهاتريك ماركا 3 ديال الاهداف. تشوف ثلاثة ديال الأهداف، نادرا تلقى لاعب مغربي في البطولة الاحترافية ماركي ثلاثة أهداف، مع العلم أنه كيلعب دين تفاس، هو من العاصمة العلمية، مشفناهش يلعب في واحد الفريق اللي كبير في المدينة ديالنا واللي هو فريق المغرب الرياضي الفاسي، مع العلم أنه يفتقد الهدافين من طينات لاعبين الكبار، اللي نقدروا نوجدوها في هذا اللاعب هذا، ياسين الزرع. ياسين هو ثالث هدافين القسم الثاني احترافي، 8 ديال الاهداف. تنقولوا 8 ديال الاهداف راه رقم مميز بالنسبه للدوري المغربي ديالنا، حيت نادرا من تلقى لاعبين انهم تسجلوا اهداف اللي بزاف في البطوله ديالنا، على العلم انه لاعب وغادي يقول الكلمه ديالو من هنا للمستقبل. علاش بحال هاد اللاعبين هادو ما نستافدوش منهم حنا وتستافد منهم المدينه ديالنا، ونقدروا نلقاوهم فرق كبيره غادي يقولوا الكلمه ديالهم، غادي نستافدوا منهم تسويقيا. ما استفدنا من لاعب بن شرقي قدر انه يبرز راسه في فريق المغرب الرياضي الفاسي، انتقل للوداد زاد الثق في راسه وزاد العطاء اكثر، ثم قدر يمشي يدبر على راسه ويدير سميه زيد يخدم على راسه. عدد اللاعبين هادو اللي منهم ياسين الزرع فقط ينتظر الفرصه ديالو، حيت اللاعب اللي كيخدم اللي عنده أهداف كبار وبزاف اللي كنشوفوهم فقط في الدوريات الأوروبية، قليلة تشوفها في الدوري المغربي. كنتمنى كلشي بارطاجي هذا الفيديو هذا باش نشوفوا اللعابه ديالنا في اعلى المستويات، واللعاب ياخذ حقه واخا ما يكونش منابر اعلاميه اللي غادي تدوي عليه،
درنا هذا الكونسيبت هذا باش ندويو على كاع اللعاب. وتينكي وينكي والهوات